سعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى السابعة من التناصح. نبدأها بأبرز العناوين. أعيان وحكماء التبو يؤكدون وقوفهم ضد العمليات العسكرية على الجنوب ويطالبون الحكومة المقترحة بتحمل مسؤولياتها. قتلى وجرحى من ميليشيات الكرامة في اشتباكات المدينة القديمة بدرنة، ومراقبة التعليم توقف الدراسة والامتحانات. المبعوث الأممي يؤكد تأجيل الملتقى الجامع ويؤكد أن موعد الانتخابات لا يزال مجهولا. السلام عليكم ورحمة الله. طلب أعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني من مكون التبو في منطقة مرزق الحكومة المقترحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع في مناطق الجنوب. وأكد الأعيان في بيان مصور السبت أن ما يحصل في منطقة غدوة هو اعتداء من قبل ميليشيات قبلية تحت غطاء قوة الكرامة ودعم من حركة العدل والمساواة السودانية ضد مكون التبو، مطالبين في الوقت ذاته البعثة الأممية بالتدخل العاجل لوقف ما اسموه التطهير العرقي الممنهج في حقهم. التطهير العرقي الممنهج، نطالب حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها في الجنوب، وتأكيدا على إحاطة مبعوث الأمم غسان سلامة الأخيرة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الجنوب. نطالب البعثة الأممية بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي الممنهج. هذا وكان التجمع الوطني التبوي قد أدان ما يقوم به أفراد غرفة عمليات تطهير الجنوب من تهديد بالإبادة والتهجير لمكون التبو وقبيلة الجذاذفة. طلب التجمع في بيان له السبت قادة ميليشيات الكرامة بالتوضيح حول اتهام مكون التبو بالتواطؤ مع أطراف خارجية، داعيا للتحقيق مع أمر منطقة سبا حول ما يقوم به أفراد تابعون له من استفزازات وسرقة للممتلكات العامة والخاصة وتهديد للمواطنين، مؤكدا دعمه توحيد وتفعيل الجيش الليبي ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون. في شأن ميداني آخر، قتل 4 عناصر من ميليشيات الكرامة وأصيب آخرون خلال اشتباكات مسلحة استمرت لساعات الجمعة مع مقاتلين محليين بمنطقة غدوة في الجنوب الليبي. وكالة رويترز أوضحت السبت أن اشتباكات الجمعة تشكل أول مقاومة حقيقية واجهتها ميليشيات الكرامة منذ توغلها في الجنوب. نقلت الوكالة عن مسؤول من منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 64 من الطرفين. وينضم إلي عبر الهاتف السيد إبراهيم عثمان المتحدث باسم حكماء التبو. سيد عثمان أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ حبيبي ولكل كل السادة المشاهدين إن شاء الله. لو توضح لنا طبيعة أو ما الذي دفعكم للقول بأن هناك تطهيرا عرقيا ضد مكون التبو في المنطقة الجنوبية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نترحم على أبنائنا الشهداء الذين بدروا وقدموا أرواحهم للدفاع عن أهلهم وعرضهم وأرضهم ضد هذا الغزو الغاشم من مرتزقة دارفورية والفرقشين والتحالف قبائل من زوية أولاد سليمان، وشرعا من قبل جهات تدعي الشرعية وقوى عسكرية وتمثل الجيش الليبي. وبهذا نحمل البرلمان الليبي برئاسة سيد المستشار عقيلة صالح كامل المسؤولية عما يحدث في المنطقة الجنوبية وفي منطقة غدوة تحديد ضد قبائل التبو، والذي شرعته المؤسسة العسكرية التي تحت مرته القادمة والقوات القادمة من المنطقة الشرقية المدعومة من المرتزقة الدارفورية. نعم. إن الذي حدث في منطقة غدوة
والحادث في المنطقة الجنوبية بشكل عام هذا ليس بقوات عسكرية تمثل الدولة الليبية، وإنما هو تحالف قبائل مدعوم من قوات مرتزقة سودانية، وهو واضح للعلن ولكافة المواطنين في مدينة سبها ومنطقة الجنوبية بشكل عام. ومن بقايا مجرمين من شراد القبائل ولاد سليمان والزوية استخدمهم في الانتقام من قبائل التوهو في صراعاتهم القبلية التي كانت فيما مضى. ولهذا من خلال منبركم الإعلامي احنا نحمل حكومة الوفاق برئاسة سيد الرئيس سيد السراج البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح عن كافة المسؤولية مما يحدث لقبائل التبو من تطهير العرقي. طيب هذا سيد عثمان، يعني هذا التطهير العرقي لم أجد منك إجابة واضحة، يعني هل هناك خطف على الهوية؟ هل هناك محاولة لإخراج وإزاحة مكون؟ دعني فقط أكمل السؤال سيد عثمان لو سمحت، يعني هل هناك محاولة لإزاحة مكون التبو من المنطقة الجنوبية بالكامل باتفاق من قبائل المنطقة الجنوبية عليكم مثلا؟ تحالف من قبائل الزوية ومن ولد سليمان من يستخدمهم يمثلون مؤسسة عسكرية في المنطقة الشرقية. نعم. ضد قبائل التبو. وهو دفعنا إلى التحليل فيما سبق في بعض القنوات. الذي يحدث في المنطقة الجنوبية ليس هو تحرير وتطهير كما يدعي المتحدث باسم القوات القادمه من الشرق. والتهديد هو وعيده واتهام قبائل التبو بانهم اجانب الشبيه وتلبيسه بذلك بعده مرات. طيب يعني باعتبارك اتيت على هذه النقطه سيد عثمان، لكن قبائل من خلال منبركم نعم ان الوطنيه لا يزايد علينا امثال احمد المسماري وامثال شرابنه. نحن هنا على ارضنا وبين اهلنا ندافع عن انفسنا عن اهلنا وعن ارضنا بكل ما اوتينا من قوه، وهو واجب مقدس لكل شعب. طيب سيد عثمان، يعني او مكون التبو او قبائل التبو لها امتداد حتى في دول اخرى خارج ليبيا، وربما هذا الكلام ليس جديدا ولم اخترع العجله ان قلته، هناك امتداد للقبيله في دول اخرى كتشاد، و يعني ابناء عمومتكم من دوله تشاد يحاولون الحصول على جنسيه ليبيه باي طريقه، وهذا ربما لا يمكنك حتى اخفاؤه. الا يمكن ان يكون هذا هو سبب ما يحدث في الجنوب الان؟ اولا يا سيدي نحن نعتز بهذا الامتداد الجغرافي لدينا في سواء كان في تشاد او في النيجر او في السودان، ولا نخفي على احد، وهذا امتداد تاريخي وجغرافي لنا ونعتز به. نعم. ولا نداريه كما يداريه البعض. وهذا شيء لا نريده. اما اختلاق الاكاذيب وتشويه التبو بانهم يجلبون ابناء عمومتهم لتوطينهم في ليبيا ومحاوله الاستحواذ والسيطره وخلق دوله داخل دوله وهذه الاكاذيب والخطاطات الاعلاميه وهذا التضخيم الاعلامي الكبير، نقول لهم هذا كلام مردود عليكم. طيب هناك حتى عمليات تهجير قادها قبائل في الشرق الليبي لديها امتدادات في مصر، قادها مسعود عبد الحفيظ وتعد بالملايين، وهي الان تحاول تغيير الديموغرافي في المنطقه الشرقيه بشكل عام. طيب. استجلاب هؤلاء المصريين وتوطينهم في ليبيا. وتغيير الديموغرافيه. فيخرج علينا امثال احمد المسماري ويحاول الادعاء على التبو والكذب عليهم ومحاوله تشويههم، هذا الكلام نقول لكم مردود عليك. طيب السيد عثمان، يعني نحن نعي جيدا بان من ادخل حركه العدل والمساومه والمعارضه التشاديه الى الساحه الليبيه هو مجرم الحرب خليفة حفتر، واستخدمهم في حربه التي أطلقها في المنطقة الشرقية وأيضا في السيطرة على الحقول النفطية، لكن هذا لا يعني أن طبيعة
الصراع الذي تتحدث عنه الآن هي موجودة حتى قبل سقوط نظام معمر القذافي. كان هناك العديد من الخلافات بين قبيلة الزوية في الكفرة ومكون التبو، كان هناك أيضا خلاف بينكم وبين مكون الطوارق، يعني هذا الأمر ليس جديدا والكل يتحدث، وكان السبب الرئيسي هو محاولة إدخال مكون التبو من تشاد إلى ليبيا والحصول على جنسية. يعني كيف ترد على هذا الكلام سيد عثمان؟ وأكيد ما حصل في الكفرة ما بين الزوية والتبو هذا خلاف تاريخي على أرض هذه القبيلة، القبيلة الغازية الذي دخلت علينا في مناطق التبو في مناطق قزر وسمى بالكفرة الآن، ومحاولة تشويه التبو والاستقواء بالنظام السابق والنظام الحالي والاستقواء بالقوات الموجودة في التحالف القبائل القومية الموجود في المنطقة الشرقية لمحاولة تهجير التبو من منطقة الكفرة بشكل عام، وأن الذي حصل ما بين الطوارق والتبو في منطقة دباري ومحاولة استخدامه إعلاميا إنما هي فتنة كانت من أطراف سياسية وهي معلومة، ولكن هؤلاء الأبطال من قبائل الطوارق ومن قبائل التبو استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الذي حدث فيما بينهم، وهم الآن أخوة متحابين وساكنين مع بعض. نعم. لكن الذي يحصل الآن من استخدام قوات الليبية وأحضار مرتزقة لقتل الليبيين سواء كان في السابق أو في الوقت الحالي، إنما هذه لا تسمى قوات ليبية أو قوات عسكرية أو قوات جيش وطني، وإنما هذه القوات التي تحمل مسمى عرقي لتطهير قوات التبو قبائل التبو في المنطقة الجنوبية. هذا الذي نحن نحذر منه، ولكن نحن الآن موجودين على أرضنا وبين وفي أماكننا، يعني ندافع عن أنفسنا لما أوتينا مطلوب. نعم السلطات المسؤولة في الدولة الليبية يأخذ المسؤولية عما يترتب عليها. طيب أشكرك ونحمل السلطات الدولية ومعرفة الدولية في ليبيا. نعم. برئاسة السيد غسان سلامة يأخذ المسؤولية حتى هو من ناحية حماية المدنيين وحماية الأقليات في ليبيا. طيب من هذا التحالف الغاشم. أشكرك جزيل الشكر السيد إبراهيم عثمان المتحدث باسم حكماء التبو. كما أنوه أن قناة التناصح تحتفظ بحق الرد وتكفله لكل من أتى السيد عثمان على ذكره من القبائل الليبية في المنطقة الجنوبية. على أي حال، بعد بدء عملية حفتر العسكرية بالجنوب صمت يلزم الرئاسية وحكومتها عن الأحداث، تساؤلات تطرح حول مغزى العملية وجدوها لا سيما بعد لدنات حول الانتهاكات ونقل التجارب الشرقي إلى الجنوب. تقرير التالي والتفاصيل أكثر. لا على كلمة حق، لا وين القانون وين الدولة وين الجيش؟ بعد ارتكابها لجرائم مروعة ضد المدنيين في بنغازي ودرنة تحط ميليشيات الكرامة رحالها إلى الجنوب بحسب ما كشفت عنه صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها الخميس. اهجموا على مرت الدكتور بولادها فوق، اكسروا عليها البيت، قالت لك لقيتهم على راسي في دار نومي، تقولهم حرمة دار النوم، يقولها حولي غادي. حرب أطلقها قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر على ما أسماها بالعصابات التشادية والمجموعات الخارجة عن القانون بالجنوب، غير أن الوقائع تقول غير ذلك. انتهاك للحرمات وقصف عشوائي على المناطق وتصفية للخصوم، الأمر الذي استنكره أعيان ومشايخ مدينة سبها. وغير بعيد من موقف أعيان سبها، طالب أعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني من مكون التبو بمنطقة مرزق الحكومة المقترحة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع في الجنوب، مؤكدين بأن ما يحصل في منطقة غدوة هو اعتداء من قبل ميليشيات قبلية تحت غطاء قوات الكرامة ودعم من حركة العدل والمساواة السودانية ضد مكون التبو. نطالب حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها في الجنوب، وتأكيدا على إحاطة مبعوث الأمم غسان سلامة الأخيرة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الجنوب. نطالب البعثة الأممية بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي الممنهج. في حين دان التجمع الوطني التبوي ما يقوم به أفراد غرفة عمليات تطهير الجنوب من تهديد ووعيد لمكون التبو وقبيلة القذافة بالإبادة والتهجير، حرب بدأت ملامحها تنجلي للعيان. فبعيد دخول ميليشيات الكرامة لسبها دون خسائر تذكر، توجهت صوب منطقة غدوة لتشهد أولى مواجهاتها
مخلفة 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا من ميليشيات الكرامة بحسب ما نقلته وكالة رويترز الجمعة. ففي خضم الأحداث المتسارعة وتقاعس الرئاسي المقترح لإيجاد حلول للوضع الأمني بالجنوب واختيار قادة عسكريين يمثلون جميع أطياف المناطق هناك، يرى متتبعون للشأن المحلي بأن الشعارات الزائفة التي حملها حفتر لأهل الجنوب تحمل في خباياها الكثير من التساؤلات حول مغزى العملية، لا سيما بعد مراوغته في باريس وروما ودوره الملفت الذي يهدف للسيطرة عسكرية واستمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. أيام تمضي وحروب ما فتئت أن تقف بمدن حتى أشعلت بأخرى، أسر هجرت وبيوت دمرت وأموال نهبت والآلاف من القتلى والجرحى في مغامرات لم يفق الشعب من حقيقتها بعد. ارتفعت حصيلة الإصابات لدى ميليشيات الكرامة في مدينة درنال أحد إلى 10 قتلى وأكثر من 25 جريحا جراء توصل الاشتباكات العنيفة بمحور المدينة القديمة اليوم الثاني على التوالي. وقال مصدر من درنا لقناة التناصح إن محور المدينة القديمة تعرض لهجوم مدفعي وجوي مكثف رؤية السيطرة عليه، مشيرا إلى وقوع أضرار كبيرة بالمباني والمحال التجارية الواقعة وسط المدينة. وأكد المصدر وصول تعزيزات كبيرة لميليشيات الكرامة إلى درنا، مضيفا أن تلك التعزيزات استمرت بالتدفق على محور وسط المدينة على مدى الأيام الأربع الماضية. هذا وأعلنت مراقبة التربية والتعليم درنا عن تعطيل الدراسة والامتحانات بالمؤسسات التعليمية القريبة من نقاط العملية العسكرية حتى يوم الثلاثاء المقبل. وقال شهود عيان إن المنطقة المحيطة بمناطق الاشتباكات تشهد انتشارا أمنيا واسعا، كما تم إغلاق الشوارع القريبة من مركز القتال وفرض حظر للتجول في عدد من أحياء المدينة. هذا وتتواصل الاشتباكات في المدينة رغم إعلان قائد ميليشيات الكرامة السيطرة عليها في يونيو العام الماضي. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام إن مواعيد الانتخابات في ليبيا النيابية والرئاسية لا تزال مجهولة بسبب الصراع بين الليبيين. سلام في تصريحات لقناة بي بي سي أكد أن البعثة لا تريد تكرار تجربة انتخابات 14 و2000 في ليبيا حيث قبلها طرف دون آخر وزادت من الشرخ السياسي. أضاف سلام أن ما يحدث في ليبيا من صراع لا يتعدى كونه صراعا على الثروة النفطية، مشيرا أن الخلافات بين باريس وروما استعانة الأطراف الليبية بدول خارجية لا تصب في صالح الملف الليبي. في الواقع لم نحدد موعدا لهذا الملتقى لأن مكانه وزمانه والمشتركون به كلهم مشروطين بالمخرجات التي ستخرج عنها، وبالتالي نحن نعمل في حقيقة الأمر لتسوية تاريخية بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا. من يعرقل عقد هذا الملتقى؟ ليس هناك من يعرقل، هناك مواقف انطلاق مختلفة تماما بين مختلف الأطراف التي تتحارب منذ 7 سنوات. ما هو العنوان الخلافي تحديدا؟ هناك عدة نقاط خلاف، هناك خلاف حول مسودة الدستور التي كانت قد وضعت قبل مجيئي إلى ليبيا، وهناك من يريد الاستفتاء عليها وهناك من يرفضها، وهناك طبعا خلاف حول الانتخابات، هناك من يريد انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية وهناك من يريد واحدة من هذه الثلاث فقط. هذا وبحث المبعوث الأممي غسان سلام السبت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة آخر المستجدات على الساحة الليبية. وأوضحت البعثة على صفحتها الرسمية إلى أن الطرفين شددا على ضرورة التعاون الإقليمي في دعم العملية السياسية بليبيا. وبدوره أكد أبو الغيط عن دعمه لخطة عمل الأمم المتحدة العملية السياسية في ليبيا.
كما التقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في العاصمة المصرية القاهرة مجموعة من النشطاء السياسيين الليبيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وقالت البعثة في تغريد أو في منشور لها على صفحتها الرسمية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الملتقى الوطني والانتخابات المقبلة. أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي أن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على جدول أعمال الدورة العادية 30 للقمة العربية التي ستحتضنها تونس شهر مارس المقبل. عبر الجهناوي خلال استقبال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث في تونس عن أمله في أن تكون القمة مناسبة لبحث حلول تنهي أبرز القضايا العربية الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا، حسب موقع وزارة الشؤون الخارجية التونسية. قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد أنه على المفوضية أو على أن المفوضية تنتظر تعديلات استلام بعض مواد قانون الاستفتاء من مجلس النواب المنحل. وأكد السايح في تصريحات صحفية أن المفوضية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور خلال هذا العام، مبينا أن عملية الاستفتاء متوقفة على تمويل الحكومة المقترحة وعلى الاستعدادات الأمنية في المدن الليبية. هذا وشاركت المفوضية في اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة العربية للإدارة الانتخابية في الأردن. ناقش الاجتماع الذي عقد الأحد بالعاصمة الأردنية عمان كيفية تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في الدول العربية. وتهدف مشاركة المفوضية في هذه الفعالية لمواكبة التطورات الانتخابية العربية والدولية استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد. بعد الفاصل مشاهدينا في هذه النشرة، مركز الأرصاد الجوي يحذر من منخفض جوي اليومين القادمين على مناطق شمال غرب البلاد. عرض حفتر على وسام وعلى مصطفى الربع وقيادات كتيبة ليبيا الحرة أن ينضموا إليه، وأنه سيحكم ليبيا بالقبضة العسكرية ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا شيء من هذا الكلام. رفضوا واعتذروا له. داعش لم نسمع بها وتخرج علينا في مدينة بنغازي إلا بعد خروج حفتر. يعني فسروها لنا ما هي داعش. داعش أصبحت مطية، الكل متخاذل والكل من يبي يطلع من قدامه حد برز أو بين أو أثبت وجوده إنه هو داعشي. جينا نشاركوا هنا في تأمين بنغازي إن شاء الله. إن شاء الله يعني أدرى ليبيا حيكون لها دور في تأمين بنغازي. لينا نسي إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. ضجاجي يا من على شانه طيبه وسامة. ولذلك ملحمة قنفودة سيسجلها التاريخ كما سجل معتقل العقيلة. ولكن عندما تيقن الخبر أحزننا رحيل الرجل هذا الفارس، لكن في الحقيقة لقد ولدت الأيقونة. ولو عندي حتى عيال غير اللي استشهدوا محمد بن حميد وسام بن حميد أنا حنقدمهم بإذن الله للوطن. ولكن الذين حاولوا أن يصعدوا على أكتافهم سيسقطون.
توني قبل المجموعات مال. خذوا التواتر بس يا شباب. نور يا حاج وسام. أحباب قلبي يا إخواني أحبابا غازي بكم من جديد. قالت منظمة أوكسفام أنه بعد عامين من التوقيع على الاتفاق الإيطالي الليبي بشأن الهجرة بدعم الاتحاد الأوروبي، لا يزال هذا الاتفاق يتسبب بحالة وفاة في البحر المتوسط ويشجع حجز آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحرب والمجاعة في مراكز الاعتقال الليبية. المنظمة على موقعها الرسمي الجمعة في تقرير لها ذكرت بأن 5300 شخص غرقوا خلال عامين، 4000 منهم على طريق الهجرة الممتدة عبر وسط البحر المتوسط. وصف التقرير الاتفاق الليبي الإيطالي بأنه مميت لحقوق الإنسان. شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي إلى الضبط والربط بالإضافة للتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطن بالصورة المثلى. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها صباح الأحد لفرع الإدارة بطرابلس، حيث حث أعضاء ومنتسبي الفرع بالتواصل والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن داخلها. وتأتي هذه الزيارة للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة. أعلن جهاز الحرس البلدي طرابلس عن إقفال ثلاجات سوق اللحوم بمنطقة السبعة لعدم توفر الاشتراطات الصحية بها. وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية أن من أسباب الإغلاق عدم وجود تراخيص وشهائد صحية للعمال، بالإضافة لعرض اللحوم والأسماك لأشعة الشمس وبدون تبريد مما يؤدي إلى تلوثها. وأشار الجهاز إلى اتخاذ التدابير اللازمة والقانونية ضد المخالفين. أكد وزير العمل والتأهيل المفوض بالحكومة المقترح المهدي الوضرمي اليوم الأحد أن وزارته قدمت مقترحا للمجلس الرئاسي المقترح بشأن معالجة الوضعية القانونية لملكات القطاع العام. الوضرمي أوضح عبر تصريحات صحفية بأنه تم مراسلة الجهات المعنية للحد من ظاهرة التعيين العشوائي، مشيرا أن هذه الظاهرة هي التي ضاعفت بند المرتبات في الميزانية العامة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الشبكة الكهربائية تشهد لليوم الثالث على التوالي استقرارا وقدرة كاملة على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية. وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية لحد بأن استقرار الشبكة ناتج من اعتدال درجات الحرارة وارتفاعها بشكل ملحوظ، الأمر الذي نتج عنه تقليل في استعمال أجهزة التدفئة الكهربائية. كشف وزير الاقتصاد بالحكومة المقترحة علي العيساوي أن الوزارة تعمل على إعداد آلية جديدة لتحديد أسعار السلع في السوق الليبية. وقال الوزير في تصريحات لقناة تلفزيونية أن الوزارة تعمل خلال هذه المرحلة على إعداد دليل للأسعار وفق مؤشرات السوق المحلية. أضاف العيساوي أن الوزارة تسعى للسيطرة على جماح الأسعار من خلال تحديد سعر كل سلعة بناء على التكلفة مع هامش ربح محدد. توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية في النشرة الجوية الصادرة اليوم أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي مساء هذا اليوم مصحوبا بسقوط أمطار جيدة يوم الاثنين.
وتكون غزيرة يوم الثلاثاء تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات برد. أشار المركز أن المخفض قد يشهد تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع رياح نشطة تصل سرعتها ما بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة يومي الاثنين والثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة واضطرابا للبحر. وهذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. وإلى تذكير بأبرز عناوين السبت. أعيان التوبو يحذرون من العمليات العسكرية في الجنوب ويطالبون الحكومة المقترحة بتحمل مسؤولياتها. قتلى وجرحى في اشتباكات مدينة درنا القديمة ومراقبة التعليم توقف الدراسة. المبعوث الأممي يؤكد ضمنيا تأجيل الملتقى الجامع ويقول أن موعد الانتخابات لا يزال مجهولا. ما جاء في هذه النشرة أيضا: مركز الأرصاد الجوي يحذر من منخفض اليومين القادمين على مناطق شمال غرب البلاد. أشكر لكم حسن المتابعة. من فاتته السابعة موجز الأهم الأنباء على رأس الساعة في أمان الله.